ينضم إلينا حول هذه التفاصيل من طوكيو الدكتور طلعت سلام الباحث في الشأن الآسيوي. بعد التحية دكتور طلعت، هنا برغم تشابك العلاقات فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين طبعا وتعقد ملفات وقضايا متعددة بينهما، لكن يبدو أن هناك اتجاها أمريكيا الآن نحو فتح حوار أو مفاوضات مع الصين، فبرأيك هل هذا حقيقي ولماذا هذا التوقيت بالتحديد؟ اهلا بكم ومرحبا بكم من جديد استاذ حسن والساده الزملاء بالاستوديو بقناه القاهره الاخباريه. اسمح لي بدايه ان نلقي الضوء قبل ان نتحدث عن قمه شنغريلا على الصراع الوجودي بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الصين الشعبيه. الصين من مبداها تريد ازاحه الولايات المتحده الامريكيه من عشر الهيمنه الدوليه عسكريا واقتصاديا. الصين اتخذت في سبيل ذلك خطوات عبر السنوات الماضية عسكريا، منها تطوير كافة أنظمة الأسلحة ومنها تطوير المنظومة الدفاعية النووية ومنها الصواريخ العابرة للقارات البالستية وغيرها. اقتصاديا جاهدت الصين مع مجموعة البريكس في إصدار عملة جديدة وهي عملة البريكس. أيضا الصين تحاول إزاحة الدولار من عرش الهيمنة الاقتصادية بفك الارتباط بالدولار، وأصبح الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين هو صراع وجود وحياة. لن تقف أمريكا مكتوفة الأيدي حول الجهود الصينية حول إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية من عرش الاقتصاد وعرش الهيمنة العالمية. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الآن الوقوف ضد الصين بكل ما تملك من قوة، سواء من تهميش دورها أو كسر هيبتها، الحفاظ على العملة الخضراء بأي شكل من الأشكال حتى لا يسقط الاقتصاد الأمريكي. وقد رأينا في الفترة الماضية الأزمة الديون الأمريكية والتي كانت تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية وبالبنوك المركزية والبنك الفيدرالي الأمريكي، حتى وافق مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين، حتى فخرجت أمريكا من هذه الأزمة الطاحنة. بالإضافة إلى هذا دكتور، يعني بالإضافة إلى هذا، يعني هذا الموضوع يعتبر قديما جديدا وهو الخاص بالعملات والاقتصاد أيضا، لكن يبدو أن أيضا مشكلة تايوان أصبحت تؤرق الصين الآن وتدعو في نفس الوقت إلى زيادة الخلاف فيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. اسمح لي سيد حسن ان ازمه تايوان هي جزء من المنظومه الامريكيه التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه الان فرضها على تايوان. يمكن في الحديث الان مع حضرتك امريكا تحاول الاستفراد وان صلح التعبير او كان مناسبا، تحاول السيطره على تايوان لاقامه قواعد عسكريه امريكيه، وهذا ما تقف ضده الصين بكل امكانياتها، وتحاول بسط سيطرتها على تايوان باعتبارها جزء من الأراضي الصينية، وهو جزء وما يحدث هو جزء من الحرب الأمريكية الصينية، سواء كانت حرب باردة أو حرب الآن يحاولون نزع فتيلها بشتى الطرق. أمريكا أوعزت إلى بالحرب الأوكرانية الروسية حتى ينفك الارتباط ما بين روسيا وبين الصين. نعم. على الرغم من حجم التبادل التجاري، أمريكا سعت إلى إقامة حلف أسيوي مع اليابان ومع كوريا الجنوبية لمحاصرة الصين، ومع مجموعة الأسيان بالمناورات الأخيرة العسكرية التي أقيمت في البحر الأصفر مع الفلبين ومع سنغافورة ومع مجموعة دول الأسيان، والتي يأتي مؤتمر الأسيان اليوم متوجا لهذه الفعاليات العسكرية التي أقيمت. وتحاول الآن أمريكا أن تمد يدها أمام العالم، وإن كانت يدا لا أقول إنها يدا نظيفة، ولكنها يدا تعتبر مشوهة، لأنها أمريكا تحاول يعني هاجس أيضا هاجس دكتور طلعت لو تسمعني، هاجس أيضا خطير يؤرق الولايات المتحدة الأمريكية وهو التخوف من هجمات إلكترونية على البنى التحتية، وهنا الاتهامات تتجه دائما إلى الصين في أنها هي التي تقوم بهذه الهجمات الإلكترونية ما يؤثر على الاقتصاد. هل هذا أيضا يأتي في إطار الحرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد كان على رأس قمة شنغريلا هو الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية.
التي تحاول أمريكا دايما بحثها واعتبارها من أنواع الاعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية أو على المنظومة الأخيرة في التطور المعلوماتي والأمن السيبراني، فكان على أهم جدول على قائمة الاجتماعات اليوم وأمس وربما غدا هو محاولة التأكيد على أهمية المعلومات والأمن السيبراني والوصول إلى المعلومات، في حين أرادت كوريا الشمالية أو أرادت الصين إطلاق بعض الصواريخ الباليستية أو غيرها أن تصل المعلومات فورا، وهو ما يؤكد عليه اليوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة استحداث نظام إلكتروني يرسل الإنذارات والإشارات السريعة إلى كل تلك الدول لمحاولة الوصول إلى نتائج سريعة. هو طبعا يعني تشابك خطير في الأزمة، سواء كان في الناحية السياسية فيما يتعلق بمضيق تايوان الذي يمثل مشكلة للصين، أيضا تشابك في الناحية الاقتصادية والهجمات الإلكترونية، لكن يبدو في الأفق أيضا أن هناك محاولات لدفع الحوار قدما بين الجانبين. أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة من طوكيو الدكتور طلعت سلام الباحث في الشأن الآسيوي، وكنت معنا مباشرة.